حسين والثوب مجدك يا حسين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. اسم الإمام الحسين عليه السلام اسم خلد التاريخ ذكره. الإمام الحسين سلام الله عليه لم يكن عنوانا عابرا لمحطة زمنية أو لجغرافيا ضيقة، هو رمز لكل المراحل، هو عنوان لكل المحطات التاريخية، هو الينبوع الذي لا يمكن أن ينتهي معينه أبدا، هو منظومة كاملة من القيم والمثل والأحكام والرؤى والتوجهات والمسارات. الإمام الحسين هو مصداق للعطاء الرباني، للفيض الرباني. بالنسبة للإمام الحسين عليه السلام فأيضا يعني معلم الإنسانية، مثل مدرسة الإنسان، يعني كل نحن لازم نتعلم من الإمام الحسين أخلاقها وطبيعته. فما شك بالإمام الحسين عليه السلام، فمن زمن النبي صلى الله عليه وسلم فعاش ويا النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنوات وأزيد، فيعني أيضا يعيش مع أبوه إمام علي عليه السلام فأكثر من 30 سنة. فبالنسبة للأفعال والإنسانية والأخلاق للإمام الحسين فيعني فيعتبر يعني عالية جدا، يعني عالية جدا جدا. فالناس يعني كل الناس هو يعني من مسلم أو غير مسلمين لازم يتعلم من عنده. أريد للإمام الحسين ابن علي ابن أبي طالب سلام الله عليه أن يكون مدرسة في حد ذاتها، جامعة تخاطب العقل تخاطب القلب، مدرسة شاهدة وحية على صدقية الإسلام وقوته في البعد العقلي وفي البعد الروحي. كذلك ممكن أن يمثل الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام القدوة والمثال والنموذج الذي يحتذى به من أجل الوصول إلى هذه الدرجة وهذا المستوى من الكمال. الحسين بن علي كما يقول الكثير من الفلاسفة في الغرب هو محرك الوجدان، هو الصادق الذي ذهب إلى أرض كرب وبلاء، أرض الطف كربلاء، من أجل قضية إنسانية كبيرة جدا. كان الإسلام على مفترق طرق، إما التكامل وإما الضياع. وهو نقطة التوجه، حيث أكد القرآن على وجوب محبته صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال في كتابه قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ونحن جميعا نعرف أن الإمام حسين من ضمن قرابة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. هذا المنتج السماوي الذي أريد له أن يكون خاتما، وكان الحسين مدركا أن الرسالة المحمدية هي الخاتمة وبعد ذلك لا نبوة ولا وحي ينزل إلى الأرض، كان يريد أن يحافظ على هذا المشروع، هذا المنجز الرباني النهائي، فقدم الغالي والنفيس من أجل الحفاظ عليه. صانه حيا وصانه شهيدا وصانه بعد شهادته، حيث كانت كلما تميل الكفة لصالح الجهالة والظلامية والتكفير والربق والانحراف عن المنهج القويم كان الحسين جرس إنذار، كان الحسين مقوم اعوجاج ومعيدا الأمة إلى البعدين الأساسيين القرآن الكريم والعترة الطاهرة. أنا أتصور كل من يدرس ثورة الإمام الحسين ومبادئ هذه الثورة المباركة وأهداف هذه الثورة المباركة لابد أن يتأثر بها. فالإمام الحسين عليه السلام أولا قدم نموذجا ومثالا مميزا في التضحية بالنفس من أجل القيم، أن يضحي الإنسان بنفسه وبأهل بيته وبخلص أصحابه من أجل هدف قيم، من أجل هدف سام
وهو الدفاع عن الدين وهو الحفاظ على الدين. هذه التضحية تدل على إخلاص الإمام الحسين، ودائما الناس ينجذبون إلى الناس المخلصين، إلى القادة المخلصين. الإمام الحسين لم يكن هدفه ماديا من ثورته المباركة، ولم يكن يهوى استلام الحكم، وإنما كان يهوى تحقيق العدل. العدل هذا مبدأ عام أمر به القرآن الكريم، وتقره كل الشرائع السماوية، بل وتقره القوانين الوضعية أيضا. فالإنسان بطبيعته يحب العدل ويرفض الظلم، وهذا من المستقلات العقلية كما يقول علماء الأصول. ندرك بعقلنا أن العدل حسن في ذاته، وأن الظلم قبيح في ذاته، فلا يمكن أن نتصور في يوم من الأيام أن يكون العدل قبيحا والظلم حسنا. هذا خلاف العقل وخلاف الفطرة. حقيقة الإمام الحسين عليه السلام يمثل رمزا قويا من رموز الإسلام صلوات الله وسلامه عليه، لأنه كما تعرفون ولم يشكك أحد في كونه من صلالة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من جهة. ومن هذا كان من المفروض أن يكفي للإمام الحسين فخرا، وأن يكون رمزا ومحلا لاستقبال كل الأطياف الإسلامية بل وحتى الديانات السماوية، هذا فقط كان يكفي. أما هناك أيضا أشياء وأمور أبعد من ذلك. الإمام الحسين يمثل ذلكم الإنسان الثائر ضد الكبت والاستبداد وقهر الإرادة وقمع الحريات. الإمام الحسين يمثل ذلك المصلح الاجتماعي الذي يتصدى لتغيير واقع بدأ يتجه نحو الانحراف والفساد. الإمام الحسين يمثل ذلك الإنسان السياسي الذي يريد انتشال أمة من واقع متردي إلى واقع يضعها في الإطار الصحيح الذي تركها عليه جده صلى الله عليه وآله وسلم، حيث تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيق عنها إلا هالك. ولذلك كل الذين تعاملوا مع الإمام الحسين من المسلمين، من النصارى، من البشر، من الفلاسفة، توقفوا مليا عند مفردات شخصيته المتكاملة. كل إنسان يمتلك عقيدة بالله سبحانه وتعالى، ويعتبر أنه في عالم متحول ومتغير، وعالم يمثل مرحلة انتقالية ليس أكثر، وأمامه عالم آخر هو العالم الأكثر واقعية والأكثر صدقية، وأن الوصول إلى هذا العالم يحتاج إلى جملة من الكمالات وجملة من الأمور التي ينبغي أن يمتلكها وأن يتوفر عليها. بلا شك أنه يحتاج إلى مثال وإلى قدوة. ونحن كمسلمين عندما نطالع سيرة الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه، بالتأكيد نجد أن هذه الشخصية قد تجسدت فيها كل القيم الروحية والقيم الكمالية والقيم الأخلاقية التي يمكن أن تكون منهجا وخارطة للطريق يسلكها الإنسان في طريق الكمال. هو أحيا دين الإسلام بالجد، ولولاه لم يكن الإسلام كما نحن الآن، لأنه بعد رسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أقام ومنع جميع من كان نيتهم في عقولهم أن يكون نبيا آخر، وهو قام بذلك حتى الحمد لله الله يعني جاهد بذلك حتى الله سبحانه وتبارك وتعالى يعني منه بما كان يريد كان. فالإمام الحسين عليه السلام عندما ينادي بهذه المبادئ، مبدأ تطبيق العدل، مبدأ الإصلاح، مبدأ احترام حقوق الإنسان،
مبدأ الحفاظ على كرامة الإنسان، الدعوة إلى تطبيق الحرية، التمتع بالحرية مع العزة والكرامة، هذه مبادئ عامة، هذه يؤمن بها كل إنسان حر. ولذلك لا نستغرب عندما نجد أصحاب العقول النيرة وأصحاب القلوب الصافية من مختلف الثقافات ومختلف الأديان ومختلف المجتمعات الإنسانية يعشقون الإمام الحسين، لأنه يقدم لهم هذه المبادئ العامة التي تؤمن بها البشرية جماعة. الحسين عليه السلام ممكن أن يكون هو النقطة التي يتوجه من خلالها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، ويمكن أن يكون الحسين عليه السلام هو تلك الضابطة والقاعدة التي يمكن للإنسان أن يقيس عليها أعماله وحركاته وسكناته لمعرفة مدى مطابقتها لما أمر به الله سبحانه وتعالى. عندما نطلع على ما قاله غاندي عندما سئل كيف انتصرت على الإنجليزي، فقال تعلمت من الحسين أن أكون مظلوما حتى أنتصر. الإمام الحسين يمثل التضحية في أسمى دلالاتها وأروع مصادقها. الإمام الحسين يمثل ذلك الإنسان المتجرد من أي مطامع شخصية وأي مناصب دنيوية، فالإمام الحسين يمثل نموذج متكامل للإنسان الذي يحمل رسالة ربانية ودعوة عالمية. فهو كما يقول عن نفسه: إنما خرجت أريد لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالإمام الحسين قدوة كاملة ومتكاملة لكل الثوار ولكل المناضلين ولكل السياسيين ولكل المصلحين الاجتماعيين في العالم في كل مكان وفي كل زمان. عندما ذهب أحمد الشقيري رئيس منظمة التحرير الفلسطينية قبل ياسر عرفات إلى الصين، وتحديدا إلى ماو تسي تونغ، ليسأل ماو تسي تونغ عن أساليب النضال، فأطرق ماو برأسه إلى الأرض وقال شبه غاضب: أتسألني عن أساليب النضال وفيكم ثورة الحسين بن علي أو جواهر لال نهرو الذي كان معتقلا في سجن بريطاني ويقول في مذكراته: لقد كان أنيسي في هذا السجن الحسين بن علي، وهو رجل هندوسي لا يمت إلى الإسلام بصلاة. طبعا هذا من خلال الجانب الروحي والكمالي للإمام الحسين سلام الله تعالى عليه، وإلا توجد مثلا جوانب أخرى ممكن للإنسان أن يسلط الضوء عليها ويستطيع من خلالها أن يؤسس إلى حالة تواصل ما بينه وبين الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، في جانبه الاجتماعي، في جانبه الاقتصادي، في جانبه السياسي أيضا، في قضية تعامله مع الأزمة التي حصلت مثلا بعد هلاك معاوية، هذا الموقف السياسي الذي حتم على الإمام الحسين عليه السلام أن يترك بلده ويهاجر ويترك موطنه ويتوجه إلى مكة ومنها إلى المدينة. أيضا ممكن أن يكون هو المعلم، وبالتالي يصدق عليه قوله تعالى: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لا عمري لقد قرأت كل كتب التاريخ، لم أجد شخصية عملاقة احتلت كل هذه المساحة من التاريخ الوجداني، من التاريخ الفكري، من التاريخ العبقري، من تاريخ الرجال كما احتلته مساحة الحسين بن علي. لقد كان صاحب مجد فعلي، مجد صاغه الله. Parishan di yer göyne parishan.